السلام عليكم. نحن في شركة الفهد للحلول الأمنية نقدم لكم أحد الحلول الأمنية الموجودة عندنا، وهي عبارة عن مقبض باب ذكي. طبعا هذه الواجهة اللي انتم شايفينها هي الواجهة الخارجية للباب، تنفتح بالطريقة هذه. في عندنا أكثر عن صلاحية للدخول. أول صلاحية لي عن طريق البطاقة، هذه البطاقة حجمها صغير ممكن تركب على مفتاح السيارة. والطريقة الثانية عن طريق البصمة، والطريقة الثالثة اللي هو عن طريق كلمة السر، سواء في التاتش سكرين اللي موجود عندنا أو عن طريق الابليكيشن. فخلونا نشوف كيف نفتح الباب عن طريق الابليكيشن. مثل ما انتم شايفين هذا الايكون مال الباب، يطلب منا كلمة السر ندخلها. هذا الباب فتح. مثل ما انتم ملاحظين اعطانا تنبيه ان البطارية ضعيفة، ففي حال نفاذ البطارية ممكن ان نفتح الباب عن طريق المفتاح هذا او عن طريق باور بانك. هني في فتحة منفذ للشحن، نشحن الباب ونقدر نفتحه. طبعا عندنا الجرس هني مرتبط بسماعة داخلية. زين، خلونا نشوف حاليا الواجهة الداخلية للباب. هذه هي الواجهة الداخلية، لاحظتوا يمكن ما في اي تمديدات كهربائية، وهذه احد الميزات الموجودة في الباب هذا. كل اللي عليكم تسوونه في حال عندنا فضة او شيء تبدلون البطاريات اللي موجودة. وفي ميزة ثانية بعد، اذا قفلنا الباب من الداخل تنلغي جميع الصلاحيات اللي ذكرناها سابقا. وعشان ازيد قوة الباب نرفع المقبض لفوق، فتشوفون هني الدخول زادت ويصعب الاختراق. وطبعا هذا الباب مقاوم للامطار ومقاوم للحرارة والرطوبة والغبار، فينفع للاستخدام الخارجي بدون اي مشكلة. وان شاء الله تكونون استفدتم من هذا الفيديو، ونشوفكم في فيديوهات ثانية.